مكعبات. إذا نضع في فيسفر تساوي 250 ملليلتر. طبعا الوحدة اللي استعملوها لقياس الحجوم هي اللتر، والتالي فيسفر تساوي 0.25 أو 0.250 لتر من مادة مطهرة تحتوي على ثنائي اليود اثنين هي صيغته الكيميائية، ثم نضيف له عند درجة حرارة ثابتة قطعة من الزيت آن كتلتها آن تساوي 0.5 غرام بتصير 0.2 × 10^-2. التفاعل الكيميائي البطيء، ما معنى بطيء؟ يعني أنه يستغرق دقائق ثواني أو ساعات. والتام يعني أنه XF يساوي X ماكس. يجب دائما ترجمة هذه المعلومات إلى علاقات، إذا XF يساوي X ماكس. الحادث بين ثنائي اليود والزنك، ننمج هذا التحول الكيميائي بالمعادلة الموجودة أمامنا. إذا زد آن زائد 2 في زد آن في الحالة الصلبة و2 في الحالة المميزة يعطينا شوارد زد آن دو بي زائد 2 إموا. السؤال الأول، اشرح لماذا يمكن متابعة هذا التحول عن طريق قياس الناقلية. من يجيبني؟ ويمكن طرح السؤال بطريقة أخرى، هل يمكن متابعة هذا التحول عن طريق قياس الناقلية؟ نعم. تفضلي. يمكن متابعة هذا التحول عن طريق قياس الناقلية النوعية لأنه يحتوي على شوارد تركيزها يتغير مع مرور الزمن. ممتاز ممتاز. لاحظنا في المعادلة يعني يوجد في الحالة الابتدائية نوعان كيميائيان اللي هما الزنك وثنائي اليود، يعني لا يوجد شوارد في الحالة الابتدائية. هذا يعني أن الناقلية أو الناقلية النوعية للوسط التفاعلي معدومة في اللحظة التي تساوي الصفر. مع مرور الزمن نلاحظ تشكل الشوارد. الشوارد المتشكلة هي زد ان دو بلس و إيموا. ونعرف أن الناقلية أو ناقلية الوسط التفاعلي تتعلق بتركيز الشوارد، وبما أن هذه الشوارد ناتجة فإن تركيزها يتزايد أو يتغير، بالتالي تتغير الناقلية. ولكم إجابة، يمكن متابعة هذا التحول، يمكن متابعة هذا التحول عن طريق قياس الناقلية. عاودي ملي عليا من فضلك، لأنه يحتوي أو لأن الوسط التفاعلي يحتوي. وبابا دري بابا تفاعلي يحتوي على شوارد، يحتوي على شوارد، وتغير تركيز هذا الشوارد، تغير تركيز هذه الشوارد سيؤدي حتما يؤدي الى تغيير او تغير قيمه الناقليه الناقلية مع مرور الزمن، مما يسمح بالمتابعة الزمنية لها تحول عن طريق قياس الناقلية. واضح السؤال الأول. السؤال اثنين، اذكر الشوارد المتواجدة في الوسط التفاعلي. ما هي الشوارد المتواجدة في الوسط التفاعلي؟ زي ان دو بلس والإيمو. زاد ان، احسنت. اذا الشاردة الأولى هي زاد ان دو بلس، والشاردة الثانية هي إيمو. وهاتان الشاردتان هما من سيشاركان في ناقلية الكهربائية المحلول. ننتقل للسؤال اللي بعده. نحاول تكتبوا الإجابة هذه. أنا حنمحي. السؤال ثلاثة، أحسب كمية المادة الابتدائية للمتفاعلات. طبعا كمية المادة ذكرنا في المراجعة أنها أو أنه يمكن حسابها باستعمال عدة طرق، انطلاقا من الكتلة إذا آم على آم، أو العلاقة سي في في، أو علاقة الغاز المثالي بي في على أتي، أو يمكن حسابها باستعمال العلاقة آن لعدد أفوغادرو، وكذلك باستعمال في جي على في آم. على حسب لما نقرأ معطيات التمرين نجد أن المعلومات الخاصة بثنائي اليود هي كالتالي: تركيزه في الصفر يساوي 2 × 10^-2، وحجمه هو في صفر يساوي 250 ملليلتر. بالتالي يمكن حساب ان صفر لثنائي اليود كما يلي: ان صفر ثنائي اليود تساوي سي في في.
تطبيق عددي سي في في سي تساوي 2 فاصل 0 في 10 قوى ناقص 2 والفي تحول الى اللتر اذا 0 فاصل 250 اذا النتيجه ستكون تساوي 5 فاصل ناقص 3 احسنت 5 في 10 قوى ناقص 3 مول كما يمكن تحويلها الى الميلي مول تساوي 5 ميلي مول جيد. إذن كذلك نحسب كمية المادة الابتدائية للزاد آن أو الزنك. إذن نكتب آن صفر للزاد آن. شكون يساعدني في عملية الحساب؟ أي علاقة سنستعمل؟ نستعمل الآم على الآم. ممتاز. آم على الآم لأن المعلومات الخاصة بالزنك لدينا الكتلة تساوي 0.5 وكذلك الكتلة المولية ام زد ان تساوي 65.5 بناء على المعطيات الخاصه ب 80 جرام لكل مول. اذا نستعمل ام على ام تطبيق عددي تساوي 0.5 على 65.5 النتيجه تاكدوا منها تساوي 7.6 × 10³ ممتاز في 10 قوى ناقص 3 مول كما يمكن تحويلها الى الميلي مول وتساوي 7.65 ميلي مول. واضح. بالتالي نكون حسبنا كميه الماده الابتدائيه للمتفاعلات. هل واضح نواصل؟ واصل. جيد. اذا هذه اسئله تعتبر روتينيه. اذا ننتقل الان الى جدول تقدم التفاعل. جدول تقدم تفاعل طبعا نكتب المعادله نكتب الحاله الابتدائيه والانتقاليه والنهائيه راح نكتبه انا اذا في الحاله الابتدائيه كميه الماده الابتدائيه للزنك هي 7.65 وحتى لا نكتب 10 قوى ناقص 3 نحولها الى المول والميلي مول ونكتب ميلي مول هنا يعني في الحاله الابتدائيه كميه الماده للزنك هي 7.65 ميلي مول وكذلك بالنسبة لثنائي اليود إذا نكتب 5 ماذا؟ 5 ميلي مول النواة 0 ثم نكتب 7.65 ناقص ماذا؟ ناقص X 7.65 ناقص X فينال يمكن أن نكتب X فينال أو X max باعتبار أن التحول تام قلنا أنه عندما يكون التحول تام XF يساوي X max يعني سواء نكتب XF أو X max نفس الشيء بالنسبة لثنائي اليود 5 ناقص X 5 ناقص X فينال في النواة XX و X فينال X فينال الجدول نظن واضح للجميع أيضا نعم. ذات الجدول في النواتج أي 2 إكس تاع اليود. 2 ثنائي ممتاز. 2 إكس فينال جيد. لأنه هنا المعامل الستوكيومتري هو 2 لما انتبه شكرا. إذا ننتقل إلى الأسئلة اللي بعدها. نمحي. الآن سؤال 5. طلب منا كتابة عبارة الناقلية النوعية سيجما للمزيج التفاعلي بدلالة تراكيز النواج بدلالة تراكيز النواج في أحسنت استعمل قانون كولوروش والذي يكتب كما يلي سيجما تساوي طبعا في الأسئلة السابقة حددنا أن الشواذ المتواجدة في المحلول هي زد أن دو بلوس وكذلك إيموا هذا يعني أن قانون كولوروش نكتب فيه لندا الناقلية المولية الشاردية لكل شاردة مثلا نبدأ زد ان دو بلس في تركيز كل شاردة زد ان دو بلس زائد الشاردة الثانية لاندا ايموا في تركيز ايموا فهكذا يكتب قانون كولوروش بالتالي كتبنا الناقلية النوعية بدلالة تركيز الشواذ وملاحظة فقط في المتابعة عن طريق قياس الناقلية عندما نكتب الناقلية النوعية يجب أن نكتب جميع الشواذ سواء كانت مشاركة في التفاعل أو غير مشاركة في التفاعل يعني حتى التي لا تشارك في التفاعل الكيميائي ستساهم في الناقلية الكهربائية يعني حذاري هنا
يعني يجب ذكر جميع الشواذ المتواجدة في المحلول مشاركة أو مشاركة في الدفع. إذن السؤال اللي بعده يطلب منا كتاب عبارة الناقلية النوعية للمزيج بدلالة تقدم التفاعل. شكون يقدر يساعدني في هذا الكتاب؟ كيف نصل من الناقلية النوعية إلى تقدم التفاعل؟ نكتب التركيز بدلالة كمية المادة ومن ثم كمية المادة بدلالة التقدم من جدول التقدم المرحلة الانتقالية. ممتاز. إذن دائما في هذه الأسئلة نعود إلى جدول التقدم التفاعل. تركيز هنا عبارة الناقلية النوعية تكتب بدلالة التراكيز، وبما أن التراكيز يمكن كتابتها بدلالة تقدم التفاعل، إذن نعود إلى جدول تقدم التفاعل. نبدأ مع بعضنا. إذن كمية المادة Zn دو بلس من المعادلة هنا هي نفسها X. هذا يعني أنه التركيز Zn دو بلس في V، نعرف أنه كمية المادة هي التركيز الحجم الكلي في الحالة، والحجم الكلي هو نفسه في صفر، لأنه الزنك لن يغير من حجم الوسط التفاعلي. إذن زد أن دو بلس في في صفر تساوي إكس. إذن بقسم الطرفين معادلة على إكس نجد أن زد أن دو بلس تساوي إكس على في صفر. هذه الأولى. ثم كذلك بالنسبة لشوارد اليود، كمية مادة ثنائي اليود كمية مادة شوارد اليود في النواتج تساوي 2 إكس، بالتالي تركيز إيموا في في صفر تساوي 2 إكس. بالقسم على في صفر نجد أن تركيز إيموا يساوي 2 إكس على في صفر. واضح. نعوض الآن إيموا في قانون كولورس السابق، وكذلك التركيز زد ان دو بلس في القانون السابق، ونكتب كما يلي. اذا سيجما تساوي لندا زد ان دو بلس مضروبه في مكان زد ان دو بلس، نكتب هنا اكس على في صفر، اكس على في صفر زائد لندا اي موا مضروبه في 2 اكس على في صفر. واضح نظن؟ نعوضنا هنا إيموا في قانون كولوروش، وعوضنا تركيز زد أن دو بلس كذلك في قانون كولوروش بدلالة إكس. الآن يمكن إخراج إكس على في صفر عامل مشترك، وتكتب سيجما كما يلي. إذن سيجما لما نخرج إكس على في صفر عامل مشترك، إذن تبقى لنا هنا لندا زد أن دو بلس زائد، طبعا هنا نخرجوا إكس على في صفر، هذا يعني أنه تبقى 2 لندا في إيموا. وبهذا الشكل يعني قدرنا نكتبوا إكس عفوا سيجما بدلالة إكس. لون واضحة أم أعيد؟ إذا الآن نملأ الجدول. طبعا قلنا في المتابعة الزمنية دائما نبدأ بمقدار مقاس، كما في هذه الحالة بدأنا بقيمة ناقلية واستنتجنا من قيمة الناقلية الناقلية النوعية في لحظات زمنية معينة، وربطنا أو قمنا بإيجاد علاقة تربط سيجما بإكس أو العكس، يعني يمكن كتابة إكس بدلالة سيجما F لسيجما. يعني كل لحظة زمنية نقيس فيها الناقلية النوعية يمكن أن نستنتج تقدم التفاعل، وبالتالي نقوم بعملية المتابعة الزمنية للتحول الكيميائي واستنتاج إكس بدلالة الزمن. يعني كباقي المتابعات الزمنية الهدف دائما الوصول إلى إكس بدلالة الزمن. إذن العلاقة الأخيرة اللي توصلنا لها نكتب كما يلي: سيجما تساوي إكس على في صفر مضروبة في لندا زد أن دو بلس زائد 2 لندا إيموا. هذه آخر علاقة. لملء الجدول، يعني الجدول فيه قيم سيجما، فيه قيم الزمن، والمراد ملء القيم الخاصة بإكس. راح نقوم بحساب قيمة واحدة، ثم أنتم تقوموا بحساب البقية. إذا نبدأ مع القيمة صفر طبعاً. قبل أن أقوم بتعويضها، يجب كتابة أولاً إكس بدلالة سيجما. إذا نكتب إكس
تساوي طلعوا في صفر إلى أعلى تصبح في صفر نقسموا على لندا. إذن لندا زد أن دو بلس زد اثنين لندا إي موا مضروبة في سيجما. هذا يعني أنه سيجما في اللحظة تي تساوي صفر أعطينا إكس في اللحظة تساوي صفر. سيجما في اللحظة تي تساوي صفر هي صفر. إذن صفر في هذا الثوابت يعني الأولى. ثم أقوم بحساب الثانية إكس في اللحظة واحد طبعا واحد هنا في عشرة قوة اثنين سكوند في معناها مئة سكوند. اللحظة مئة سكوند تساوي في صفر وهي 250 ملي لتر معناها في عشرة قوة ناقص ثلاثة لتر. وننبه دائما أنه عند استعمال القوانين التي توجد فيها يحول الحجم إلى المتر مكعب في عشرة قوة ناقص ثلاثة أخرى من أجل التحويل إلى المتر مكعب. فكنديروا تحليل البعد للتأكد من ذلك. إذا على لندا زد أن دو بلس ذكروني فقط لندا زد أن دو بلس كم تساوي؟ لندا زد أن دو بلس هي 10.56 10.56 ميلي سيمنس معناها في 10 قوة ناقص 3 زائد 2 في لندا إي موا هي 7.7 في 10 قوة ناقص 3. النتيجة نجد أنه X في اللحظة 100 مئة ثانية تساوي أعطيكم النتيجة مباشرة 1.7 في 10 قوة ناقص 3 مول وبالتالي تساوي 1.7 ميلي مول. عوضها على 1.7. البقية تقوم بعملية يعني بعملية حسابية من أجل إكمال القيم الأخرى. إذن عند اللحظة 200 400 600 800 و1000 إلى غاية 1600 سنة. واضح؟ نعيد نكتب عبارة سيجما تساوي قلنا X على V سفي لندا Z N دو بلس زائد 2 لندا إي موا. وبالتالي فإن X في أي لحظة زمنية T تساوي V صفر على لندا Z N دو بلس زائد 2 لندا إي موا مضروبة في سيجما في أي لحظة زمنية. يعني ما عليا إلا نعوض هنا فقط. طبعا أنا في صفر تبقى دائما 250 ملي لتر لما نحولها إلى اللتر تصبح 250 في 10 قوة ناقص 3. نأكد أنه يجب التحويل إلى المتر مكعب معناها نضرب 10 قوة ناقص 3 أخرى على لندا هي 10.56 في 10 قوة ناقص 3 زي 2 في 7.70 في 10 قوة ناقص 3 مضروبة في سيجما في أي لحظة زمنية. يعني في الحالة في اللحظة تي تساوي الصفر نعوضها بصفر، اللحظة 100 ثانية نعوضها 0.18، لحظة 2 في 10 قوة ناقص 2 أي 200 ثانية نعوضها 0.29 26. ثم نكمل مع باقي الأزمنة إلى غاية 1600 ثانية نعوضها 0.56. ولاحظوا أن هذه القيمة مكررة، هذا يعني أن الناقلية قيمة الناقلية ثبتت وبالتالي فإن التحول قد بلغ نهايته. واضح؟ إذن نمل الجدول قلنا صفر راح نعطيكم القيم وتأكدوا منهم فقط بعد الحساب. إذن 1.7 طبعا 1.7 ميلي مول، يعني النتيجة اللي تحصلوا عليها نتقوا في 10 قوة نحولوها إلى الميلي. إذن 1.7 2.5 3.7
4.5 ثم 4.7 4.8 4.9 و5.5 تثبت عند هذه القيمة. إذن هذه هي بدأنا القياس في سيجما في لحظات زمنية معينة، ثم استنتجنا تقدم التفاعل عند تلك اللحظات من أجل رسم منحنى X بدلالة الزمن، أي X تساوي F لT. طبعا المنحنى هنا مرسوم لصعوبة رسمه يعني بالكمبيوتر. إذن هنا تحصلنا نستعمل القيم السابقة من أجل رسم منحنى تغيرات X، لاحظوا هنا بالميليمول بدلالة الزمن، الزمن في 10 قوة 2. لاحظوا أن كل تدريجة في محور الفواصل هي 2 وتقرأ 2 في 10 قوة 2 سكوند، كل تدريجة معناها 200 سكوند. أما في محور الترتيب فنكتب واحد تدريجة، كل واحد تدريجة تقابلها 1 ميليمول، 1 ميليمول. إذن 1 ميليمول 2 ميليمول إلى غاية 5 ميليمول هي القيمة العظمى أو النهائية لإكس تقدم التفاعل. يمكن تأكد بعد حساب كمية المادة الابتدائية، في رأيكم من هو المتفاعل المحيد هنا؟ بما أن التقدم الأعظم هنا هو 5 هو المتفاعل المحيد. ممتاز، الإيدو هو المتفاعل المحيد لأننا في اللحظة التي تساوي الصفر حسبنا كميات المادة الابتدائية وجدنا أنه إيدو يساوي 5 ميليمول، أما الزنك لقيناها 7.76، وبالتالي فإن إكس ماكس توافق اختفاء إيدو. جيد، إذن هنا رسمنا منحنى تغيرات إكس بدلالة الزمن وتمت عملية يعني بدأنا بالمقدار سيجما، هي في الحقيقة قياس أو جهاز قاس لنا جي الناقلية بعملية بسيطة، جي تساوي ثابت الخلية في الناقلية النوعية، بالتالي الناقلية النوعية تساوي على كا ثابت، هذا يعني يتعلق بجهاز القياس فقط جر ثابت، ونستنشو سيجما في تلك اللحظات، سيجما في لحظات زمنية معينة باستعمال قانون كولوروش كتبناها بدلالة تركيز الشوارد، ثم من تركيز الشوارد قمنا نكتب علاقة بدلالة X يعني الناقلية بدلالة X، واستنتجنا العكس أنه X تساوي يعني X تساوي F لسيجما، ثم استنتجنا X بدلالة الزمن. واضح لأن بهذا الشكل تمت عملية المتابعة عن طريق قياس الناقلية. يعني نقدر نعطيكم التجربة فقط، تجربة قمت بها في القسم السنة الماضية، تلاحظوها بسرعة، حاولوا نرجعوا لها بسرعة، تابعوها فقط ثم نكمل الأسئلة الخاصة بالسرعة. فقط حتى أتمكن يعني من مشاركة الصوت هنا. فقط لا بأس، يعني ممكن ما تسمعوش الصوت هنا، تسمعوا الصوت أم لا؟ الصوت الخاص بالفيديو هل تسمعوا؟ هل تسمعوا؟ جيد، سأشرح كان يعني نعاود الفيديو من الصفر. طبعا هذا الفيديو قمت بالمتابعة الزمنية عن طريق قياس الناقلية السنة الماضية،
إذا لاحظ الموجودة أمامي التجربة نفسها اللي قريتها عليكم في بداية هذه الحصة، البروتوكول التجريبي كباقي البروتوكولات التجريبية طبعاً نفرق فيها الهدف، الوسائل المستعملة، المواد المستعملة، وخطوات العمل. لاحظوا هنا الكتابة نظن واضحة. الهدف هو المتابعة الزمنية تحول جميع طريق قياس الناقلية لثنائي اليود لتفاعل الحاكم بين ثنائي اليود والزنك. الهدف هذا واضح. الوسائل المستعملة موجودة أمامنا هنا. لاحظوا معايا الوسائل المستعملة. طبعاً هنا جهاز قياس الناقلية. وسائل مستعملة، جهاز قياس ناقلية موجود أمامنا هنا. حوجة لا عيارية حجمها 250 مللتر، ميزان إلكتروني استعملته، ومقاتية أو كرونومتر فقط، كرونومتر. مواد مستعملة محلول ثنائي اليود، تركيزه 2.2 × 2، حجمه 250 مللتر، قطعة من معدن الزنك كتلتها 0.5 غرام. يعني نذكر المواد المستعملة والقيم المعطاة في التمرين. إذا نزن القطعة 0.5 غرام استعمال هذا الميزان الإلكتروني. قطعة صغيرة جدا كما تلاحظون. إذا خطوات العمل، نحضر محلول ثنائي اليود بالتركيز المطلوب ونضعه في بيشر، هنا حوجرة عفوا. اثنين، نضع مسبار جهاز الناقلية. ها جهاز الناقلية دائما لما نضغط عليها تعاود ترجع إلى الصفر. إذا هذا المسبار، نضع مسبار جهاز الناقلية داخل الوسط التفاعلي. دائما هذا المسبار يجب ان نتعامل معه بحذر لانه يعني سريع الكسر. نزين 0.5 غرام من الزنك ثم نضعها في البيشة. طبعا هذا العمل المخبري موجود امامكم. نشغل الميقاتية ونضع قطعة الزنك داخل وسط التفاعل. يعني في اللحظة تساوي الصفر المفترض ان تكون قيمة صغيرة جدا يعني تؤدي بالصفر، ثم تبدأ بالزيادة مع مرور الزمن. شغل الجهاز. ثم يعني مع مرور الزمن في كل لحظة زمنية نسجل قيم الناقلية. حنسرع فقط الفيديو ونستنتج قيم الناقلية النوعية عند تلك اللحظة باستعمال ثلاثة الأدوات. ونملأ الجدول. قلت أمامنا هنا سنملأ الجدول. إذا من لحظة صفر قوة في 10^2 إلى غاية 1600 ثانية قرأنا قيمة 0.52 وسجلناها في الجدول. ظن واضح الآن العمل التجريبي. يعني هذه التجربة تقدروا تشاهدوها في الفيديو الموجود في القناة يعني بالتفصيل. خلاص واضح؟ نعم واضح. البروتوكول التجريبي سأرسله مع الحل يعني. بعد ما نحلوا التمرين نرسله إن شاء الله. سؤال؟ ممكن تعاود عن هدف من هذا البروتوكول التجريبي؟ نلاحظ يعني اقل تفاعل من الحصه السابقه، يعني ولا ادري التلاميذ اللي شاركوا مع الحصه السابقه ما دخلوش نظن. عاودي لي بالمرقه، لا كره هديه. هديه، تفضلي عاودي لي السؤال تاعك. الهدف من البروتوكول التجريبي للمعايره. كل اي معايره. طبعا هنا رانا احنا في بصدد قيام بالمتابعه الزمنيه عن طريق قياس الناقليه وليس المعايره. اذا الهدف من البروتوكول التجريبي. اذا البروتوكول او التجربه اللي قمنا بها قلنا المتابعه الزمنيه عن طريق قياس الناقليه
للتفاعل الحاصل بين الزوج الثنائي. واضح هذا؟ نعم. إذن نقدر نقوله يعني باختصار أيضا متابعة زمنية عن طريق قياس الناقلية. نقدر نقوله متابعة تحول الحادث بين الزنك وثنائي اليود باستعمال قياس الناقلية أو باستعمال جهاز قياس الناقلية. يعني عبر كما شئت. المهم الإشارة إلى أننا نقوم بالمتابعة ونذكر التحول الموجود هنا، يعني مراد متابعته وأي طرق المستعملة. واضح؟ إذا وصلوا الآن. طبعا في الدرس يعني في القسم مازال ما وصلناش إلى زمن نصف التفاعل. تكلمنا يوم مع الرياضي، تكلمنا على السرعة والسرعة الحجمية للتفاعل. مع العلمي مازال ما وصلناش، ولكن نقدر نتكلم عليها بسرعة فقط، مش مشكل. إذا هنا السؤال 6 ب، جد السرعة الحجمية للتفاعل بين اللحظتين في اللحظتين تي واحد تساوي 400 ثانية. طبعا أول شيء نقوم به هو كتابة عبارة السرعة الحجمية. تعطى عبارة السرعة الحجمية كما يلي: في ونرمز لها فوليميك تساوي 1 على في توتال حجم الوسط التفاعلي. في هذه الحالة حجم الوسط التفاعلي هو في صفر في دي اكس على دي تي. دي اكس على دي تي هذه هي عبارة السرعة الحجمية. طبعا طلبوا منا عبارة السرعة الحجمية أو قيمة السرعة الحجمية في اللحظة تي تساوي 400. معناها السرعة الحجمية في اللحظة 400، وكذلك نكتب هنا تي تساوي 400 سكوند. ماذا نقوم؟ أول حاجة نختار اللحظة 400 موجودة أمامنا هنا، أي 4 في عشا قوة 2. نقوم بإسقاط على المنحنى، نحصل على هذه النقطة. نرسم المماس. كيف نرسم المماس؟ نختار نقطتين مجاورتين يعني بعد كل واحدة 1 مليمتر، ونرسم المستقيم الذي يربط بينهما، ها ممثل هنا في الخط الأحمر المتقطع. إذن هذا المماس، نرسم المماس عند اللحظة المراد حساب السرعة فيها. ثم نختار نقطتين، في هذه الحالة هاي النقطة الأولى والنقطة المماس أيضا، النقطة اللي رسمت فيها المماس. راح نتحصل على مثلث قائم وزاوية ألفا. مثلث قائم وزاوية ألفا. إذن السرعة عند هذه اللحظة تساوي ميل المماس. ميل المماس. ميل المماس يحسب بحساب تانجون الزاوية ألفا، تانجون الزاوية ألفا، والتي هي المقابل على المجاور. المقابل في هذه الحالة لما نقوم بإسقاط نقطع القيمة الموجودة هنا، ننظر 3.8 وهنا 2 إلى 1.8. لحظتين زمنيتين 400 وصفر، وبالتالي تانجون ألفا هنا سيكون 1 على في قلنا 0 1 على 250 أولا 10^-3 هذه في 0 مضروبة في تانجون ألفا اللي هي 3.8 - 1.8 على 400 - 0 400 - 0. إذا تطبيق عددي، إذا 3.8 - 1.8 تعطينا 2. طبعا الوحدة دائما بالمليمول هنا. إذا 2 على 250 في 10^-3 مضروبة في 400. إذا 2 على 400 النتيجة كم تساوي؟ تعملوا الآلة الحاسبة باش تعطوني النتيجة. إذا 1 على 200 2 في 500 1 على 5 1 على هاي ساعدوني في الحساب فقط. إذا هنا عندي 200 هنا تروح 1 على 2 في 25 إذا تساوي 1 على 50 2 في 10^-2 مول أو ميلي مول على الثانية في اللتر.
تأكدوني من الحساب فقط، تعملوا الآلة حاسبة وأعطوني النتيجة. عاودي صفر فاصل صفر اثنين. خلاص صفر فاصل صفر اثنين مع اثنين باش ناقص اثنين. إذا حبيت نكتبها بالمول نكتب اثنين في عشرة قوة ناقص خمسة مول سكوند موانزا في الليتل موانزا. واضح؟ باتباع نفس الخطوات سنقوم بحساب السرعة عند اللحظة ألف سيكون. الآن عند اللحظة ألف سيكون لنفس الشيء لنفس الشيء نذهب إلى النقطة ألف. ألف هنا إذن اثنين أربعة ستة ثمانية عشرة معناها ألف هي عشرة في عشرة قوة اثنين. إذن نسقط هذه القيمة على المنحنى، نرسم المماس ثم نختار نقطتين ونرسم مثلث بالشكل ميل هذا المثلث عفوا ميل هذا المستقيم بحساب تانجون الزاوية ألفا الموجودة هنا أي المقابل على المجاور يعطينا السرعة مثلا المقابل على المجاور. إذا المقابل هنا هو 4.8 وهنا 4.2 على المجاور 1000 ناقص صفر. بالتالي نكتب السرعة الحجمية عند اللحظة 1000 سكوند تساوي 1 على في صفر اللي هي 1 على 250 في 10 قوة ناقص 3 مضروبه في ميل أو تانجون الزاوية ألفا وهو 4.8 ناقص 4.2 على 1000 ناقص صفر. بالتالي يساوي 4.06 على 1000 معناه 0.6 في 10 قوة ناقص 1000. ساعدوني في الحساب. 2.4 ضرب 10 قوة ناقص 3 0.6 على 250 طبعا 10 قوة ناقص 3 ستذهب مع 1000 أعطينا 1 0.6 على 250 راح تعطينا اذا تقريبا 1.15 في 10 قوة ناقص 3. تأكدوا فقط من الحساب ميلي مول سكوند موانزا لتر موانزا 0.6 وكأن 6 10 قوة ناقص 3 من أربعة. تأكدوا فقط تأكدوا. ماشي 2.4 6.4 في 10 أس ناقص 3 2.4 في 10 قوة ناقص 3 خلاص. إذا 100 مول في السكوند موانزا في لتر قوة ناقص 1. واضح؟ إذا مش تلاحظوا السرعة الحجمية هنا تناقصت أو تزايدت بين لحظتين زمنيتين؟ هل تناقصت أم تزايدت؟ تناقصت. تناقصت بسبب ماذا؟ تناقص تراكيز المتفاعلات. تراكيز المتفاعلات، وتراكيز المتفاعلات يؤدي إلى ماذا؟ نقص تصادمات. ممتاز، ونقص تصادمات يؤدي إلى ماذا؟ نقصان السرعة. سرعة التفاعل، جيد.
طبعا العلميين غير مطالبين بهذا التفسير مؤقتا لاننا لم نصل اليه في الدرس. يعني اذا هنا نكتب فقط تتناقص، تتناقص او نلاحظ تناقص سرعه التفاعل، سرعه التفاعل مع مرور الزمن بسبب تناقص تراكيز المتفاعلات. والذي يؤدي إلى تناقص التوترات التصادمات الفعالة. لما نصل إلى هذا العنصر سنقوم بشرحه بالتفصيل. طيب بهذا الشكل يعني نكون أنهينا هذه التجربة. إذا عندكم أسئلة تفضلوا. ما المقصود بالتواترات هنا؟ نعم، تواترات التصادمات الفعالة، كلمة التواترات. التواترات يعني التواتر هو فريكونس، يعني لما نقول التواترات هو عدد التصادمات الحادثة الثانية. يعني نفس التصادمات الفعالة بتواتراتها، يعني عدد التصادمات الحادثة الثانية كلما كان أكبر كلما كانت سرعة التفاعل. نقدر نتكلم على التصادمات الفعالة فقط كما نقدر نتكلم على تواترات التصادمات الفعالة.